في الفيديو السابق أوجدنا كم من الشغل أو كم من الطاقة نحتاج أن نضعها في جسيم لنقوم بتحريكه من خلال مجال كهربائي منتظم أو ثابت، لنرى إذا كان بإمكاننا القيام بنفس الشيء بالنسبة لمجال كهربائي متغير، ومن ثم يمكننا أن نكتشف القدرة الكهربائية من موقع نسبة إلى الآخر. إذا لنقول أن لدينا شحنة اختبار، ولكن فقط لنقل أن هناك نوع من المجال يتم تكوينه عن طريق هذه الشحنات، والتي هي موجب كيو واحد كولو. وإذا أردنا أن نرسم خطوط المجال، وبالتأكيد هذا يختلف عن مثال اللوح النهائي الموحد الشحنة، ما هو المجال الكهربائي لهذه الشحنات؟ المجال الكهربائي سيكون بهذا الشكل، هو أساسا كمية القوة المبذولة على أي جسيم، ودائما ستشير للخارج، لأننا نفترض أن الجسيم التجريبي في السؤال هو دائما موجب الشحنة، إذن الشحنة الموجبة ستكون متنافرة مع هذه الشحنة الموجبة. هذا المجال هو ثابت كولوم، هو مضروب في هذه الشحنة كيو واحد. على المسافة التي تبعدها عن هذه الشحنة، إذن قمت برسم هذا المجال بشكل مغلق تماما، إنه قوي جدا، مغلق وقوي جدا. ومن ثم كلما ابتعدنا سيصبح أضعف قليلا، هو دائما سيكون خارج من الشحنة بشكل قطري، هذه مراجعة بالنسبة لكم. وهذا الذي أقوم برسمه هو مجال متجه، حيث أنني وهذا الذي أقوم برسمه هو مجال متجه، أنتقي نقطا بشكل عشوائي وأظهر اتجاه المجال في تلك النقطة الذي يشير للخارج، وفي أي اتجاه معطى بعيدا عن الدائرة. هذه الأسهم يجب أن تكون متساوية في المقدار، أعلم أنني قمت بعملها وهي ليست كذلك، لكن أعتقد أنها وصلتكم الفكرة. مقدار هذه الأسهم يتناقص مع تربيع المسافة، إذن هذا هو شكل المجال. إذن ما قمت برسمه مجموعة من خطوط المجال، وهذا يبدو منطقيا كمراجعة، صحيح لأننا نعرف القوة. إذا كان لدينا شحنة تجريبية كيو 2، نعلم أن القوة على هذه الشحنة التجريبية هي فقط كيو 2 مضروبة في هذا، وهذا قانون كولوم. إن القوة على جسيم آخر كيو 2 هي مساوية للمجال الكهربائي ضرب كيو 2، والذي يساوي كيو 1 ضرب كيو 2 على آر تربيع، صحيح هذا هو قانون كولوم، وهذا حقيقة جاء من قانون كولوم. إذن حيث أننا نعلم هذا، لنأخذ جسيم آخر هنا ولنسميه كيو 2، لنسمي هذا بكيو 2، سأكتبه هنا حيث أنني قد أخطأت هنا كيو 2، وأنقل هذا هو شحنة وسيتم تنافرها مع كيو 1. ودعونا نكتشف كم من الوقت يستغرق العمل لدفع هذه الجسيمات مسافة معينة، أليس كذلك؟ لأن المجال دفع به إلى الخارج، تستغرق شغلا لدفعها إلى الداخل، لذا دعونا نقول أننا نريد أن ندفع بها للداخل، دعونا نقول عند 10 أمتار، دعونا نقول أن هذه المسافة هنا، اسمحوا لي أن أرسم خط شعاعي، دعونا نقول أن هذه المسافة هي 10 أمتار، هذه المسافة تساوي 10،
عشرة أمتار وأريد أن أدفع هذه الجزمات في 5 أمتار، لذلك في نهاية المطاف تصل هنا. هذا هو ما سأحصل عليه في النهاية، ستكون 5 أمتار بعيدا عن الشحنة. ما هو الشغل الذي يتطلبه الأمر لنقلها نحو 5 أمتار؟ نحو هذه الشحنة. حسنا، والطريقة التي نفكر بها في ذلك هو المجال تستمر بالتغير. صحيح، لكن يمكننا أن نفترض أكثر من جدا 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 بشكل لا نهائي أن هذه مسافة صغيرة، ودعونا أن ندعو تلك المسافة المتناهية بـ dr، التغير في نصف القطر. وكما ترون نحن على وشك الشروع في حساب التفاضل والتكامل. إذا كنت لا تفهم أي من هذا، قد ترغب لمراجعة أو تتعلم حساب التفاضل في قائمة تشغيل التفاضل والتكامل، ولكن كم من الشغل يتطلب لنقل هذا؟ هذه الجسيمات مسافة صغيرة جدا. حسنا، دعونا نفترض ما يزيد قليلا على هذه المسافة صغيرة جدا. إن المجال الكهربائي هو ثابت تقريبا، وذلك يمكن القول أن كمية الشغل الصغيرة جدا تتحرك في تلك المسافة الصغيرة جدا، وهي ستكون مساوية لثابت كولوم ضرب كيو واحد ضرب كيو اثنان على ار تربيع ضرب دي ار. الآن قبل أن ننتقل، دعونا نفكر في أمر ما لثانية. قانون كولوم يخبرنا بأن هذه هي القوة المتجهة للخارج. هذه الشحنة المبذولة على هذا الجسيم، أو أن المجال يبذل على هذا الجسيم قوة التي يتوجب علينا بذلها لتحريك الجسيم. من هنا إلى هنا يجب أن يكون هناك قوة داخلية، يجب أن يكون في تكون في الاتجاه المعاكس تماما، لذلك يجب أن تكون سالبة. والسبب في ذلك لأنه يتوجب علينا تعويض قوة المجال بشكل تام. ربما لو كان الجسيم يتحرك بالفعل قليلا سوف تمنعه قوتنا من التباطؤ من المجال، وإذا كان لا يتحرك بالفعل فإن لدينا لدفعه مجرد كمية صغيرة بلا حدود لجعله يتحرك، ثم ستقوم قوتنا ستقوم بشكل كامل بتعويض قوة المجال، والجسيمات لن تتسارع أو تتباطأ. إذن هذا هو كمية الشغل، وأريد فقط أن أفسر لماذا نريد وضع العلامة السالبة، لأننا سنذهب في الاتجاه المعاكس للمجال. إذن كيف نكتشف كمية الشغل الكلية؟ أوجدنا كمية الشغل للانتقال من هنا إلى هنا، وقمت برسمه بشكل أكبر مما قد يبدو عليه. هذه dr، هذا تغير متناهي الصغر في محيط الدائرة. إذا أردنا معرفة الشغل الكلي، نقول حسنا، ما هو الشغل المطلوب للانتقال من هنا إلى هنا؟ الشغل المطلوب للانتقال من هنا إلى هناك، والشغل المطلوب للانتقال من هنا إلى هنا حتى الوصول إلى 5 أمتار بعيدا عن الشحنة. ماذا سنفعل عندما نحصل على مجموع هذه؟ نعتقد أن الجمع اللانهائي لزيادة لا متناهية، وكما تعلمتم هذا ليس سوى تكامل. إذن هذا هو الشغل الكلي، وهو مساو للتكامل، يساوي التكامل، وسيكون تكامل كامل لأننا سنبدأ من هذه النقطة. نحن نجمع من نصف قطرنا قطر يساوي 10 أمتار، هذه هي نقطة بدايتنا إلى نصف قطر مساو ل5 أمتار. قد يكون غير بديهي أننا ننتقل من قيمة عالية وننتهي إلى قيمة أقل، ولكن هذا ما سنقوم به. نحن نقوم بدفعها للخارج، ومن ثم نقوم بأخذ تكامل سالب ل ك كيو واحد كيو اثنان على ار تربيع ضرب دي ار، كلها ثوابت. صحيح،
كل هذه ثوابت، إذن نستطيع استبعادهم. إذن هذا يساوي سالب k q1 q2 ضرب التكامل من 10 إلى 5 لواحد على r تربيع، هذا نفسه r للقوة سالب 2 ضرب dr يساوي، هذا سيساوي سالب k، لم يعد لدي مكان فارغ، q1 q2 نأخذ المشتقة المضادة، لا يجب أن نقلق بخصوص هذا، نكامل هذه الحدود. إذن r قوة ناقص 2، حسنا هذا سالب r، السالب على سالب r سوف تلغي بعضها البعض وستصبح r للقوة سالب 1، وسنقدر قيمته عند 5 ثم سنقوم بطرحه ثم سنقدر قيمته عند 10، ومن ثم دعوني أنتقل إلى هنا، حقيقة دعوني أمحو بعضا من هذا، دعوني أمحو هذا، لأحصل على مكان مناسب للكتابة فيه. إذن قلنا أن الشغل يساوي، سوف أدون هذا، لدينا سالب هنا ولكن لدينا سالب، وقمنا بأخذ المشتقة المضادة وقد قمنا بإلغاء الإشارة السالبة، إذن هذا يصبح k q1 q2 ضرب المشتقة المضادة لخمسة، ضرب المشتقة المضادة، إذن واحد على خمسة وناقص المشتقة المضادة عند 10 وهي واحد على 10، 5 هو نفس الشيء عند 2 على 10، هذا صحيح. إذن لدينا الشغل مساوي ل k q1 q2 ضرب 2 على 10 ناقص 1 على 10، هذا يعطي 1 على 10، إذن هذا يساوي k q1 q2 على 10، هذا هو الشغل المطلوب لنقل جسيم من هنا إلى هنا. وبشكل مشابه يمكننا أن نقول أن الطاقة الكامنة للجسيم في هذه الفرق الكامن للجسيم في هذه النقطة مرتبطة بالنقطة بهذه النقطة، الفرق الكامن هنا عال جدا، سيكون بوحدة الجول لأنها هي وحدة الطاقة أو الشغل أو الكامن، لأنه الكامن هي بشكل طاقة، إذن الفرق الكهربائي الكامن بين هذه النقطة وهذه النقطة في هذه النقطة هي هذه القيمة العالية. لنقم بعمل مثال آخر، وحقيقة قد تجدون هذا مشوقا فقط لتفكير في هذا الشيء، الفرق الشاسع بين حقيقة، دعوني أكمل في الفيديو هذا في الفيديو التالي لأنني أدركت الوقت اللازم، سأراكم لاحقا، إلى اللقاء.